هذا وقد اصطحب جلالة الملك المفدى أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى قاعدة الصخير الجوية، حيث كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مغادرته البلاد هذا اليوم بعد زيارة رسمية لمملكة البحرين. أجرى سموه خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المودعين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.